السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح ابدي اشرح لكم على ال بي جي اللي هو البلاد جازز. ان شاء الله معلومات بسيطة بالبداية حتى نعرف انه شلون نقرا اذا رجعنا ريبورت مال البلاد جازز. اول شيء احنا عندنا 3 نقاط رئيسية ومهمة بالبداية حتى نميز بيها حتى نعرف نقرا كل الريبورت. اول شيء اللي هو عندنا البي اتش، والنقطة الثانية اللي هي السي او 2، والنقطة الثالثة اللي هو الـHCO3. هاي هي القاعدة الرئيسية، انه الـ pH لازم للنورمال يكون من 7.35 الى 7.45، الـ CO2 راح يكون من 35 الى 45، والبايوكارب اللي راح يكون من 22 الى 28. هاي هي الحالة الطبيعية. في حال انه الـ pH كان اقل من 7.35، فش راح يصير؟ أسيدوسز. أما في حالة إذا كان الـ pH أكبر من 7.45 راح يصير ألكالوسز، لأن إحنا عندنا هذا هو الخط. هنا نقول 7.35، 7.45 من هنا راح يصير قاعدي، ومن هنا راح يصير حامضي، تمام؟ إذا كان أقصد أقل من عدها. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية اللي هي الـ CO2. الـ CO2 اللي هو شنية؟ عفوا، هي يعني فتشي يعتبر خاص بجهاز التنفس. وين موجود؟ موجود تحت الرئة، يتبادل ويا الدم حتى يعوض. هاي أول شغلة، هو غاز السي أو تو. هذا غاز السي أو تو في حال إذا كان خارج النورمال رينج، شو راح يصير؟ راح يصير ريسبيراتوري. أما في حالة البايوكار اللي هو الـ HCO3، إذا كانت خارج النورمال رينج راح يصير ميتابوليك. أوكي، البايوكارب هو شنو؟ هو عبارة عن الجزء القلوي اللي ينظمه الكدني. هسه راح نبدي نشرح على أمثلة ونشوف ونقارن ونشوف شلون راح نبدي نحلها. راح اسوي لكم تمام. نجي هسه على اول مثال. اول مثال احنا عندنا الـ pH 7.31 اللي هو راح يكون اقل من 7.35، فش راح يصير؟ راح يصير اسيدوزز. هاي الحالة، هاي اول كلمة طلعناها، تمام. السي او 50 اللي هي راح يكون خارج النورمال رينج اللي هو من 35 الى 45، فش راح يصير؟ ريسبيراتوري. هاي لانه اقل بي اتش من 7.35، وهاي لانه السي او 2 خارج النورمال رينج، فش راح يصير؟ respiratory acidosis. هاي الحالة الأولى. نجي على الحالة الثانية اللي هي الـ pH، عندنا 7.45 يعني أعلى من النورمال رينج، والـ CO2 العفو 30، عفوا هنا 46 مو 45، الـ CO2 هي 30 يعني أقل من النورمال رينج، والـ HCO3 25 من ضمن النورمال رينج. فنجي على هذا اللي راح يكون هو الالكلوسز. ليش؟ لأنه الـ pH
أكبر من 7.45. CO2 يكون خارج النورمال رينج، فرح يصير respiratory. في الحالة هاي ايش راح نقول عليها؟ راح نقول عليها respiratory alkalosis. تمام، نجي على الحالة الثالثة انه ال pH هو اقل، اللي هي وش قد 7.32، وال CO2 42، وال HCO3 16. نجي بس هذا عندنا نورمال، وهذا اللي عندنا البايوكارب اللي هو اقل، فاذا هذا شنو؟ ميتابوليك. ليش؟ لانه خارج نورمال رينج. تمام، والبي اتش 7.32 يعني اقل، فش راح يصير؟ اسيدوسيس. فش راح نقول عليه؟ ميتابوليك أسيدوسيس. تمام، نجي على المثال الآخر. عندنا الـ pH 7.49 اللي هو تارجت مالتنا احنا، من 7.35 إلى 7.45 هو أعلى، فإذا هو شنو؟ هو الكلوسز. CO2 42، احنا عندنا من 35 إلى 45، فإذا هذا الشيء يعتبر نورمال. ال HCO3 هي من 22 إلى 28، هنا احنا عندنا بالمثال 30، فإذا عندنا شنو المشكلة؟ وين؟ بال HCO3، يعني شنو؟ بالبايوكرب، يعني وين المشكلة؟ ميتابوليك، فرح تصير ميتابوليك.